الوصفات الرمضانية الشهيرة اللي بصراحة أنا ما أستغني عنها، اللي هي شوربة الحب أو شوربة الهريس، بسويها بطريقتي مرة لذيذة. يمكن سويتها معكم من قبل بس ما عليه، اليوم بستخدم هالمزيون قدر الضغط الكهربائي هوم إليك من قصر الأواني. هذا ميزته، ليش تشوفونه كذا غير شكل عن الباقين؟ هذا ميزته إنه 2 في 1، قدر ضغط وقلاية هوائية. شوف مقادير الوصفة، عندي حب هريس منقوع تقريبا 3 ساعات، الحب هذا اللي استخدمته نوعه عراقي. عندك الحب السعودي مرة بطل، إذا لقيتيه خذيه، يشبه الحب الأمريكي. الحب السعودي جدا 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 رائع، لو لقيتيه خذيه وانتي مامضة، حتى في الهريس يعطيك قوام مرة حلو. العراقي بعد زين حلو. هنا عندي بصل وعندي معجون طماطم وطماطم مضروب في الخلاط، بهار مشكل، هذه بهارات التوليفة الخاصة. وعندي هنا الفلفل الأسود، الملح، معجون الطماطم، بقشة بهارات. حطيت لكم نوعين، بستخدم أنا هذه بس، في تلاقون في المحلات موجود هذه، وهيل ولومي أسود، وأكيد لحم. في ناس عقب ما تخلص شوربتهم، خاصة بعضهم في الحجاز، يعني ما قد جربت، ودي أجرب بس متخوفة شوي. في ناس عقب ما تخلص شوربتهم الحب يضيفون لها كاس لبن. بإذن الله المرة الجاية بجرب، بس اليوم بسوي الطريقة هذه. سخنت الجهاز ونحط فيه البصل، احمس البصل لين ياخذ له لون اشقر، نبيه يشقر بنات، لسه مو هذا اللون الابي، ابي بعد يصير اشقر يطلع طعمه ألذ. قدر هذا يا بنات قلاية هوائية معه غطاء يقلب لك اياها قلاية هوائية، او تبينه قدر ضغط زي تستخدمين غطاء قدر الضغط. مرة لطيف جدا، وبعدين سريع يعني وحلو، بتشوفوا ان شاء الله نتيجته معاي. هضيف الآن اللحم واحمسه شوية، ما تطولين في الحمس. هضيف معجون الطماطم، وبضيف وأضيف الطماطم المضروبة في الخلاط. إذا عندك كشنة جاهزة أنت انكشنتها من قبل، خلاص على طول تحطين اللحم والكشنة حقتك. بضيف بقشة البهارات، بضيف اللومي والهيل، ممكن تستغنين عن الهيل بس اللومي لا. خليها كذا تبغبغ وتتسبك تسبيكة حلوة، بعدين بنضيف عليها بقية المكونات. راح نضيف الهريس أو الحب، بضيف بهار مشكل وفلفل أسود، بضيف الملح، واخلط هذه الأشياء شوي بس كذا مع بعض تمتزج. نضيف الموية على الكوب الهريس، تقريبا 3 أو 4 كوب، تضيفين لتر ونص، بزيد شوي. طريقته مرة سهلة، لما تغطين الغطاء هذا بس كان فوق، تنزلينه هنا تحت. هنا يا بنات لما يخلص، طبعا نسيت اني اصور وفرغته، كان كذا حطيته في النص تفرغه طبعا، بعد ما يتفرغ خلاص تفتحينه بهذا الشكل. بخرتكم. وهذا هنا ما شاء الله تبارك الله، هذا حب الهريس حقنا. إذا تبين تثقلينه شوي ممكن تحطين شوفان إذا حسيتي مايته زايد. خلاص طبعا لسه باقي وقت على المغرب، فبالتالي بحطه في قدر وبخليه بس أسخنه وقت المغرب.